اهلا بكم من جديد. زار معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد حاضنه الشركات الناشئه ستيشن اف ومركز ايرباص الابتكار ومقر بنك ابو ظبي الاول، وذلك على هامش زيارته الرسميه الى جمهوريه فرنسا على راس وفد اقتصادي من دوله الامارات لبحث تعزيز اواصر التعاون الاقتصادي المشترك في مجموعه واسعه من القطاعات الحيويه على راسها الطاقه المتجدده والسياحه والطيران ورياده الاعمال والذكاء الاصطناعي والفضاء والملكيه الفكريه والاقتصاد الدائرية.